وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المباحثات مع الجانب المجري أكدت أيضا أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديد من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها. وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر. وأكدنا أيضا أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، وتطرقنا إلى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر. تناولت مباحثاتنا أيضا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والتجارة والصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والري وإدارة المياه، وكذلك في مجالي الثقافة والتعليم.